النيرف بقى كان برضو بيجي من النيرف اللي هو بيبقى برضو نازل هنا، اللي هو الانفيرو الفلر نيرف، ماشي. بس الانفيرو الفلر نيرف ده بقى كان بيجي من حاجه اسمها البوستيرو ديفيجن اوف ذا مانديبولر، او البوستيرو ترانك اوف ذا مانديبولر. كان في عندنا هنا نيرف يسمى المانديبولر نيرف، والمانديبولر نيرف ده كان بيطلع هنا من فورامين يسمى الفورامين اوفال، لو انت فاكر يعني، ماشي. وكان بيدي انتيرو ترانك، والانتيرو ترانك كده كان بيدي الماسلز والماستيكيشن، وكان بيدي بوستيرو ترانك. البوستيرو ترانك ده كان عباره عن ثلاثه، واحد اسمه الاوريكولو تيمبورال، واحد اسمه اللينجوال بيروح ناحيه الطنج او اللسان، والثالث اسمه الانفيور الفلر نيرف، وده كان بيروح ناحيه الالفيولاي السفليه، وكان بيختم في النهايه بالمنتال نيرف. فلو جه علمك علقه المنتال فورامين، ماشي، هتقول له منتال نيرف اند منتال ارتري. هتقول لي طب انت بتشرح الكلام ده عشان سببين. السبب الاولاني عشان تراجع النظري تبقى فاكر وانت داخل الامتحان، السبب الثاني عشان انا رغاي. طيب يبقى كده اخدنا اول سبوت موجود عندنا اللي هو المنتال فورامين. تاني سبوت عندنا اللي هو بيجي عند الاوبليك لاين كده ويعلم تحت الاوبليك لاين، يعني تحت كمان الاوبليك لاين، يعني مش في الاوبليك لاين نفسه، لما تحتيه كده ممكن يجي يعلم لك كده، مش عارف البرنامج بيعلق شويه، ممكن يجي يعلم لك كده. بيبقى هنا في ماسل هنا موجود هنا تسمى البلاتيزما ماسل. طبعا ادي البلاتيزما ماسل، ماشي، بتيجي هنا وتمسك في المانديبول، ماشي. بس خلي بالك الاوريجن بتاعها بيبقى تحت، والانسرشن بتاعها هو اللي بيبقى فوق، ماشي. فلو جه علم لك هتقول له ايه هنا اهو تحت الاوبليك لاين بتاع المانديبول، هتقول لي ادي ابلاتيزما ماسل انسرشن. لو جه علم لك على الحته دي كده تحت الانسيزورز، جه تحت الانسيزورز كده وانا جاي معلم لك كده في الحته دي، هتقول لي الاوريجين بتاع عضله تسمى الاوربيكولاريس اورس. طبعا العضلات دي احنا خدناها في اولى حضانه هيدو نيك، يعني في اول هيدو نيك، اول قايمه في هيدو نيك الفيس يعني، ماشي. الاوربيكولاريس ايه اورس بتبقى موجوده هنا في الايه المانديبول. لو جه علم لك على الالفلر مارجن تحت الانسيزورز يا شباب، تحت الاسنان اللي هي قدام دي، ماشي. طب لو جه علم لي هنا برضو عند الالفلر مارجن بس من وراها، يبقى هو عايز بقى عايز عضله تسمى الايه الباكسينيتور ماسل، ماشي. يبقى لو علم لي هنا يبقى هو عايز الايه الاوربيكولاريس اورس. طب لو علمني ورا الفلر مارجن برضو بس ورا، هتقول لي باكسينيتور ماسل. طب لو علمني هنا تحت وبليك ريدج حته كبيره كده، يبقى هو عايز البلاتيزما ماسل. طب لو اخد لي المنتال فورمين يبقى هو عايز المنتال نيرف اند فيزلز. بس يا شباب كده خلصنا الاربع سبوتات الموجودين على المانديبول من بره. بمناسبه يا شباب الحته دي بنسميها الالفلر مارجن الاوبوزيت تو مولارز، يعني اللي هي بتبقى ناحيه الايه الضروس. اظن الكلام ده يعني بدائي بالنسبه لك، يعني اوبوزيت تو مولار. هنا دي بنسميها الالفلر مارجن بس اللي عند الانسيزورز، ماشي. وهنا طبعا الفورامين، وهنا الحته اللي هي تحت البليك ريدج، ماشي. طيب ويمكن الحقيقه الاوتر سيرفيس يعني يمكن ما فيهوش شغل قوي مقارنه مثلا بالانر سيرفيس. طبعا احنا خدنا هنا يا شباب حاجه اسمها الاوبليك لاين، ماشي. جوه في واحد اخوه برضه، ماشي، جوه اسمه لاين اسمه المايلو هايد لاين. وفي الحقيقه المايلو هايد لاين سمي بهذا الاسم لانه بيبقى فيه الاوريجين بتاع عضله تسمى المايلو هايد ماسل. هنجيب لك صوره ليها دلوقتي، لكن انا عايز حاجه تانيه مهمه قوي. فوق المايلو هايد لاين بيبقى فيه طبقه كده او حته منخفضه تسمى الساب لينجوال فوسا، وتحت المايلو هايد لاين بيبقى في حاجه اسمها الساب مانديبولار فوسه. في الامتحان انا هنا عندي ثلاثه سبوتس، ممكن اعلم لك على اللاين نفسه، ممكن اجي فوق اللاين واعلم يبقى انا عايز الساب لينج والفوسه، ممكن اجي تحت اللاين واعلم يبقى انا عايز الساب مانديبولار فوسه. طيب المايلو هايد لاين لو اعلم لك عليها هتقول له المايلو هايد ماسل. طب لو فوق يبقى دي الساب لينج والفوسه عشان ايه جلاند او غده بنسميها الساب لينج والسليفري جلاند. طب لو جه تحت ساب مانديبولار سليفري جلاند. طبعا يا شباب ده منظر المانديبول من الداخل، هو الانر سيرفيس بتاع الايه المانديبول. هنا ادي المايلو هايد لاين اهو، ده بيبقى فيه الاوريجين بتاع عضله تسمى المايلو هايد ماسل. فوق هنا في ساب لينجوال سالفري جلاند، تحت هنا في ساب مانديبولار سالفري جلاند، نجيبهم اهو، ماشي. فوق هنا ادي ساب لينجوال سالفري جلاند، تحت هنا ساب مانديبولار سالفري جلاند، خلاص كده. فدول اول ثلاثه سبوتس موجودين عندنا في منطقه الايه الانر سيرفيس بتاعت الايه المانديبول. يعني يمكن السبوتس اللي عليها الدور يبقى انا اجيب الايه السبوتس دي من هنا، المشهد المفضل عندي. لو جه هنا في المنطقه اللي هي بتاعت السيمفيسس منتي بس من جوه بقى، ماشي، يبقى عندي فيه اتنين جينيال تيوبركل، الايه السوبيرو جينيال تيوبركل والانفيرو جينيال تيوبركل. طبعا ده كلام قديم جدا. السوبيرو جينيال تيوبركل ده بيبقى فور ذا جينيو جلوسس ماسل، عضله تطلع من التيوبركل للتانك، والانفيرو جينيال تيوبركل بيبقى عشان الجينيو هايد ماسل. يبقى هنا شباب مايلو هايد لاين فور ذا مايلو هايد ماسل، سب لينجوال فوسا، سب لينجوال سالفر جلاند، سب مانديبولار سالفر جلاند، والجينيو جلوسس والجينيو هايد على حسب التيوبركل.